ازيكم يا بنات، رجعت لكم تاني فيديو جديد. بس قبل ما ابدا الفيديو، ما تنسوش لو انتم مش مشتركين اشتركوا ودوسوا على الجرس، وما تنسوش تتابعوني على الفيسبوك، هسيب لكم الرابط بتاعه تحت في صندوق الوصف. وشوفوا الفيديو ده للاخر، لو عجبكم اعملوا لايك وشير. النهارده هعمل مقارنه ما بين فازلين الجل المنطف وما بين اي فازلين. فازلين الجلي ده بيبقى طبعا هو نفس الشكل بتاع شركة فازلين، اللي هو الفازلين عادي الطبي، بس ده عملوا منه جل خفيف شوية وبزبدة الكاكاو. اي فازلين هو عامل قوامه اتقل شوية من فازلين، من فازلين اللي هو الجل ده، لكن مش اتقل من الفازلين العادي. لكن لما بيتفرد على الجسم بيدي احساس او كأن في زيت على الجسم. بصراحة الاثنين حلوين، وفيهم يعني كل واحد فيه ميزة عن الثاني. اول حاجة ان فازلين بزبدة الكاكاو سعره 34 جنيه، لكن ايه فازلين سعره تقريبا كان 15 جنيه، حاجة زي كده، ففرق السعر تقريبا النص. دي اول حاجة. فازلين ايه فازلين كميته اكبر من فازلين اللي هو حجمه اللي هو ارخص منه، تمام. فازلين بقى في ميزه عن ايه فازلين، انه اخف شويه، بيدي قوام جل مش قوام زيت. تاني حاجه ليه ريحه زبده الكاكاو كده كويسه، فدي ميزه فيه مش موجوده في التاني. بصراحه الاتنين ترطيبهم حلو، بس لو في خشونه جامده جدا هيبقى ايه فازلين افضل. انا بحب عموما القوام الزيتي بس على الجسم، ما عنديش مشكله معاه، بحس ان هو بينعم قوي عن الجل شويه، اللي هو بيبقى احساس جل شويه. ولكن برضو زبده الكاكاو احنا عارفين منتجات فيها زبده الكاكاو بتساعد في علاج الخطوط البيضاء، فدي برضو ميزه بصراحه ليه كويسه مش موجوده في ايفازلين. بصراحه الاثنين هما مش وحشين، الاثنين ممتازين، بس كل واحد فيهم في ميزه مش موجوده عند التاني. يمكن الجل اللي هو بزبده الكاكاو بتاع فازلين ممكن استعمله في الصيف في الحر كمرطب قوي شويه، لو مش عايزه ترطيب عالي قوي، تمام، وعايزه كمان ريحه حلوه. ايه فازلين هستعمله لو انا مش فارق معايا قصه الريحه، بس عايزه ترطيب قوي كده ويبقى ملمس الجلد عامل زي ما يكون فيه زيوت. فالاتنين ممتازين، بس كل واحد فيه مزايا وعيوب عن التاني.